أهلا بكم إلى حلقة جديدة من تحت الضوء. ما السر في التقلبات والتناقضات مثل ما يراها البعض في مواقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لا سيما مواقفه تجاه تظاهرات ثورة تشرين؟ يتساءل البعض، هل هي المصالح المتغيرة أم سياسة التخادم بينه وبين إيران؟ التغيرات التي يعيشها الصدر تأرجحت ما بين تأييد المتظاهرين وحمايتهم وما بين قتلهم وملاحقتهم وفرض شروط عليهم، ولكن ردود أفعال الثوار جاءت واضحة برفض ركوب موجة التظاهرات لتحقيق المكاسب الشخصية والحزبية. فشروط التظاهر التي أعلنها مقتدى الصدر أثارت حفيظة الشعب العراقي، فضلا عن ثوار تشرين بما فيها من تهديد واتهام للمتظاهرين بإثارة الفتنة. فهل أصبح القضاء على التظاهرات من أولويات إيران وأذرعها الميليشياوية؟ يتساءل البعض هكذا. كيف سيخدم الصدر أجندة إيران في المنطقة؟ هذه الأسئلة وغيرها نضعها اليوم تحت الضوء بعنوان ثوار تشرين تهديدات يقابلونها بصمود. نتابع بداية هذا التقرير. قد أعلن عدائي للثوار. لا يستقر على قرار طبعه ومتى استقر مدى الحياة الزئبق. هكذا هي القرارات والتناقضات لدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تجاه تظاهرات ثورة تشرين منذ بدء الاحتجاجات العراقية في شهر تشرين الأول عام 2019. فتارة هو مؤيد يدعي حمايتهم ومساندتهم، وأخرى بالضد منهم، يكشر فيها أنيابا تنهش أجساد المتظاهرين وتغتال صوت الحرية، ليبقى متأرجحا في مواقفه من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال. المتظاهرون ومنذ الأيام الأولى عبروا عن موقفهم الرافض دخول الصدر على خط التظاهرات لكونه شريكا للأحزاب الحاكمة في المحاصصة، فهو شخصية شديدة التقلب وميالة لاستعمال القوة في تحقيق مصالحه، وقد يدفع من خلال تقلباته هذه باتجاه حرب أهلية بعد أن تسبب أنصاره في مجازر المتظاهرين بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. آخر تقليعات وتناقضات الصدر ظهرت بعد أحداث كربلاء الأخيرة، وما رافقها من اعتداء على المتظاهرين السلميين وطردهم، ليغرد الصدر مهاجما المتظاهرين بأشد العبارات، وحرض العشائر والقوات الحكومية على قمع المتظاهرين، ليعود الصدر بعد تلك الهجمات معلنا وضع 12 شرطا للتظاهر لم تخلو من التهديد لمن لا يلتزم بها. لكن المتظاهرين رفضوا تلك الشروط، مؤكدين أن الفتنة الحقيقية تكمن في التحريض والاعتداء على المتظاهرين وغض الطرف عن قتل المئات وجرح وخطف الآلاف منهم ومحاولة التحكم بهتافاتهم، وما حدث بالأمس القريب على يد ميليشيات القبعات الزرق التابعة للصدر في بغداد والنجف ليس ببعيد. وتصدر واسم نتظاهر بلا شروط منصات التواصل الاجتماعي في العراق ردا على الشروط التي أطلقها الصدر في سياق محاولاته قمع متظاهري ثورة تشرين. هيئة علماء المسلمين في العراق أصدرت من قبل بيانا حذرت فيه من تصريحات أدلى بها الصدر وصفتها بالخطيرة، بتهديده الشعب العراقي باللجوء إلى العنف وإعادة جيش المهدي والعودة إلى الحقبة الظلامية التي كان يسودها إرهاب الميليشيات الطائفية، وعدته اعترافا صريحا بمسؤوليته عن إدارة جيش المهدي المشارك في أحداث العنف الطائفي وممارسة الخطف والتعذيب والقتل على الهوية ومهاجمة المساجد واغتصابها وتدميرها والتهجير الطائفي، فضلا عن اعترافه باشتراك من يسمون القبعات الزرق في قتل المتظاهرين ومحاولة تسويغ الهيمنة الإيرانية على العراق وآثارها المأساوية. مراقبون أكدوا أن إيران والصدر يريدان تبادل المنفعة بينهما، فالصدر يريد الحماية الإيرانية والدعم المالي والعسكري، في المقابل تريد إيران الاعتماد على الصدر في تكوين الحكومات الموالية لها وإنهاء ثورة تشرين. فلا مصلحة للصدر بالوقوف في صف التظاهرات الشعبية كما يزعم.
فهو شريك أساس في العملية السياسية وله يد في تكوين الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003. أرحب بضيفي في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعاوي. مرحبا بك أستاذ حسين. مساءً الخير، حياكم الله. وأيضا أرحب بضيوفي الكرام عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي دكتور حامد الصراف، ينضم معنا من فرنسا. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير عليكم. أهلا بك، مساء نور. وأرحب أيضا بالأكاديمية والناشطة في التظاهرات الدكتورة آلاء عبد اللطيف. مرحبا بك دكتورة آلاء. أهلا بك. أبدأ معك أستاذ حسين، يعني كيف تبعتم أو مواقف التيار الصدري منذ احتلال العراق وحتى الآن؟ يعني مواقف التيار الصدري حقيقة متذبذبة في بداياتها. الشعب العراقي كان يحسن الظن في هذه التصريحات، وتبين أن الأمر مختلف كثيرا. وبالنسبة للباحثين والمتابعين لتصريحات التيار الصدري يدركوها منذ بداياتها أن التيار الصدري هو جزء من العملية السياسية، لديه وزراء، لديه نواب، لديه مسؤولين داخل الدولة، هو جزء من هذه المنظومة وساهم في بنائها. فلا يمكن أنه يتكلم أن يكون هو مع المتظاهرين ومرة مع المقاومة ومرة مع المظلومين وإلى آخره. هذا الكلام هو بعيد عن الواقع، يعني كأنه حالة انفصام ما بينهم وما بين الشعب. اليوم الشعب يدرك على من خرج، هم لا يعلمون أن الشعب خرج عليهم. اليوم المتظاهرين خرجوا على من؟ خرجوا على المنظومة السياسية وعلى النظام السياسي لتغييره. طيب، من لديه وزراء ولديه 40 أكثر من 40 نائب ولديه درجات خاصة، وبنفس الوقت وزراء التيار الصدري ونوابه أيضا متهمين بالفساد. طيب، على إذن كيف تحدد لهم التظاهر من عدمه وأنت مرة مع المتظاهرين، أو أحيانا يعني تؤيد تحدد لهم مسار التظاهرات؟ هذا الأمر أصبح ما ينطلي على أحد. الشعب العراقي أدرك هذه النوايا التيار الصدري، وتصريحاته ما بقت لها قيمة. واليوم المتظاهرين ما يأخذون إذن من القوى السياسية حتى يتظاهروا، لأنهم خرجوا على هذه القوة. وبنفس الوقت أحب أن أذكر أنه هي ليست مظاهرات، هي انتفاضة. التظاهرات يحددها الدستور وليس أشخاص. لا تيار صدري ولا وزير ولا رئيس كتلة. بالنسبة للتظاهرات، الانتفاضة ما تحددها القوى السياسية مطلقا، لأنهم خرجوا لتغيير هذا الوضع القائم. فكيف بمن يأتي يحدد لهم نوع التظاهر ونوع الشعار ومع من ولمن وكيف تخرجون وعداتكم وطريقكم والساحة اللي تجمعون بها؟ هذا الكلام بعيد عن الواقع، بعيد طيب عن المنطق. اسمح لي أن أرحب بالأستاذ الباحث السياسي دكتور حامد الصراف. دكتور حامد، مرحبا بك مرة أخرى. لماذا دائما ما طبعا يتساءل البعض، لماذا دائما ما مقتدى الصدر يعني يمثل دور المعارض للأداء الحكومي أو المعارض للحكومة منذ عام يعني 2003 وإلى الآن هناك معارضة مستمرة للأداء الحكومي؟ البعض يقول لابد أن تكون هناك معارضة من الداخل كي يتم يعني تصوير هذه المعارضة بأنها معارضة مؤسسية وأن الأمر في العراق ما هو إلا ديمقراطية. كيف تنظر إليها دكتور؟ دكتور حامد تسمعوني؟ هناك مشكلة ربما في الصوت مع دكتور حامد. بالعودة إليك أستاذ حسين سبعاوي، يعني هل هي فعلا يراد تشكيل معارضة من الداخل لكي يشاهد العالم أن العراق يعيش في بحبوحة ديمقراطية؟ لا، شوف، يعني حتى نشخص الحالة يعني أفضل وأحسن وأدق. نعم. النظام العراقي نظام برلمان، منذ تأسيسه ولحد الآن لا توجد معارضة داخل البرلمان. من فاز بخمس مقاعد يريد وزارة. أريد مراحل الانتخابات الخمسة التي حدثت وتشكلت بعدها حكومات، أريد لي في أي حكومة تشكلت كانت هناك كتلة اسمها معارضة. طيب، في النظام البرلماني هناك حزب فائز أغلبية تشكل حكومة، وحزب آخر يعمل كمعارضة. من 2003 وإلى الآن ضمن هذا النظام البرلماني لا توجد شيء اسمه معارضة. لا يوجد شيء اسمه معارضة. لماذا؟ لأنه من دخل إلى البرلمان من وجهة نظره هو كمكسب وليس ليكون معارض.
وهذه أفقدت مصداقية هذا النظام سواء كان ديمقراطيا أم يعني برلمانيا فقط. النظام اللي أنت يعني حتى كلها مصداقية النظام البرلماني تكون كتلة تحكم وكتلة تعارض. طيب. من 2003 إلى حد الآن لا تجد أي معارضة. كيف يريدون أن يشكلوا معارضة؟ من يشكلوا المعارضة؟ لا يوجد. من يقبل؟ هو اللي يفوز المقعد يريد مدير عام أقل شيء. فإذا هذه كذبة. النظام في العراق هو نظام هجين. الفعل يعني هناك أمر غريب، يعني هو يعني يصفون أنفسهم بأنهم معارضون ولكن بنفس الوقت هم مشتركون. هذه ازدواجية يا سيدي، هذا الازدواجية ما ممكن أن تنطلي، ما ممكن أن تمارس. بالنسبة للمواقف يجب أن تكون واضحة. طيب. لا تقبل المنطقة الرمادية هذه غير مقبولة بالمواقف، ولا تقبل الضبابية. طيب اسمح لي فقط أن نرحب بالأكاديمية والناشطة في التظاهرات الدكتورة ألاء عبد اللطيف. دكتورة ألاء مرحبا بك. أهلا وسهلا. يعني مقتدى الصدر وضع 12 شرطا للتظاهر، طبعا يرى المتظاهرون أنها لا تخلو من التهديد ضدهم في حال عدم تطبيقها. يعني تهديد متظاهري ثورة تشرين واتهامهم بحمل أفكار معادية للدين، هل فعلا المتظاهرون يحملون أفكارا معادية للدين تتطلب يعني وضع حد لهذه الأفكار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك كل الضيوف الكرام، حياك الله، ولمشاهدي قناتكم الكريمة. عفوا سامعني؟ معك دكتورة، تفضلي. سامعني صوت واضح؟ نعم أسمعك دكتورة، تفضلي. نعم، بالنسبة لهذه الادعاءات اللي خرجت عن أفواه الكثير ممن يسمون أنفسهم رجال دين، حقيقة لا تموت للواقع بصلة. بالنسبة لموضوع التظاهرات اللي اسمها زميلنا ضيفك الكريم انتفاضة، أنا أطلق عليها ثورة وليست فقط بمستوى انتفاضة. نعم. لأنها أسفرت عن تغييرات كبيرة، تغييرات مجتمعية، تغييرات في العقيدة الوطنية، تغييرات، فحق علينا أن نسميها ثورة، فعلا ثورة وعي كانت. أما علاقة المتظاهرين بالدين، الدين هي عقيدة يمارسها الشخص بيننا وبين خالقه. ما شأن التظاهرات بعقيدة الدين؟ أبدا لم يكن خروج المتظاهرين ضد الدين أو ضد أي عقيدة أو ضد أي طائفة، وإنما كانت لأجل استرجاع الهوية الوطنية اللي بعثرها ما يسمى بالساسة العراقيين اللي تقلدوا المناصب ووصلوا إلى هرم السلطة من 2003 ولغاية الآن. بالنسبة لمقتدى الصدر، احنا اعتادينا على التذبذب وعلى التقلبات في الأهواء اللي يطلقها، ساعة يطلق تهديدات وعيد باتجاه المتظاهرين، ثورة تشرين، ولا أعرف ما مدى علاقتي بثورة تشرين، ثم يطلع علينا بهذه الشروط الاثناعش اللي لا تخلو من التهديدات المبطنة. حقيقة هذا الرجل يقود مجموعة من الأشخاص اللي الكثيرين منهم انقلب عليه بعد أن تبينت الحقائق. نعم. انقلب عليه. هم من أسماهم، هم اسماء، هو بنفسه اطلق عليهم كلمه جهله. هؤلاء لا يفقهون من المعرفه شيء، هؤلاء ينتهجون الطرق الخارجه عن القانون، ينتهجون اساليب القتل والخطف والتسليب، ويحتكم على هذه المجموعه مو اكثر، ما الى اي سلطه على الشعب ولا الى اي سلطه على التظاهرات. الشباب التشريني اللي كان ضمن فعاليات الزيارة الأربعينية كانوا يطلقون شعارات لأجل الوطن ويهتفون بحياة العراق ويمجدون شهداء ثورة تشرين، ولم تكن لهم أي هتافات ضد أي جهة كانت. ادعوا عليهم كذبا وبهتانا بأنهم يطلقون شعار يسيسون الفعالية أو يسيسون المناسبة، ورنارة ثاني يوم أنه كتائب حزب الله وغيرها من الفصائل المسلحة تتظاهر بشعارات تمجد بأشخاص لم يكن للعراق أي صلة بهم وترفع صورهم. من الذي يسيس المناسبات الدينية؟ الشباب أصحاب الأرض الحقيقيين أم أنتم الذين جئتم وولاؤكم لبلد آخر لا ليس له علاقة بالعراق؟
تناقضات عجيبة حقيقة. لا أعرف هذا الشخص كيف تم انتسابه إلى مؤسسة دينية يدرس فيها، مؤسسة تتطلب الحكمة والعقل والمنطق في التفسير النصوص الشرعية، الحكم بحياة الناس. هذا إنسان مهزوز. طيب دكتورة ابقي معي سأعود إليك مرة أخرى، اسمحي لي فقط أن أرحب مرة أخرى بالأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. مرحبا بك دكتور حامد. اهلا وسهلا، مساء الخير عليكم. مساء النور دكتور حامد. دكتور حامد الصدر يعني يعد جزءا من العملية السياسية وله اليد في تشكيل الحكومات ما بعد العام 2003، كيف له ان يعارض الحكومة وهو مشارك فيها، وبالتالي ايضا كيف له ان يتهم من يتظاهر على الحكومة؟ شكرا جزيلا عزيزي دكتور سمير، تحياتي لك ولضيوفك الكرام ولجمهوركم الاعزاء. الحقيقة المبدأ العام الان اتغير، الشرعية لم تعد لا لجهة سياسية متسلطة على رقاب العراقيين، ولا مجلس نواب ولا حكومة ولا كتل سياسية. الآن الشرعية للثورة، ثورة أكتوبر الخالدة اللي خطوها شباب تشرين بدمائهم وبتضحياتهم وبآلاف الجرحى والمعاقين وبتضحيات كبيرة جدا قدمتها العائلة العراقية والشعب العراقي. لذلك بما أن الشعب هو مصدر كل السلطات، فانتهت إلى غير رجعة ما يدعون به سلطة مجلس النواب وسلطة الحكومة وسلطة الكتل السياسية الفاسدة. بدون ذكر الأسماء، لا أحد يستثنى من أن كون هذه الطبقة طبقة سياسية فاسدة يجب أن تزال وتذهب إلى مزبلة التاريخ، لأنه شبابنا أصروا التهديدات والقتل والوعيد والبلاغات والبيانات لم تعد تشفي غليل هؤلاء القتلة، وإنما الذي بدأ بشكل واضح بفرض إرادة الشعب هي ثورة تشرين، والشباب مصرون مرابطون في سوح الاعتصام وفي سوح الثورة. لذلك احنا ايضا خطأ نسميها الان احتجاجات وتظاهرات وانتفاضة، هي ثورة بكل معنى الكلمة، لانه الثورة تعني المطالب الحقيقية بالتغيير، التوجه نحو التغيير الجذري. هذا هو اللي يحدث الان، التغيير التاريخي يجب ان يحدث بإرادة الشعب العراقي. هو مصدر كل السلطات، هو مصدر التشريعات، هو مصدر إرادة هذا البلد، وليس الكتل وليس الطوائف وليس الأحزاب الفاسدة ولا حتى التحالفات الكبيرة. لذلك احنا أملنا الآن، هذه كلها خزعبلات لا تعني شيء بالنسبة للعراقيين، فهموها بشكل جيد على مدى 17 سنة، جوي باسم الدين وباسم المذهب، لكنه الأيام أثبتت فشل كل الادعاءات الكاذبة الباطلة التي صبت باتجاه ضد مصالح الشعب، بدليل أنه كل الكتل هذه ضمت في صفوفها أعداد كبيرة من الفاسدين وسراق المال العام والقتلة والميليشيات وتمزيق النسيج الاجتماعي ورهن البلد إلى الأجنبي ودخول الدواعش وغيرها، إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه. البلد الآن على حافة الإفلاس، البلد الآن يعاني من تفشي وباء كورونا مع هبوط الخدمات والرعاية الصحية والوضع الاقتصادي وانخفاض أسعار النفط. لذلك المعادلة الآن عزيزي تغيرت، يجب أن يكون هناك تغيير جذري حقيقي لإنقاذ البلد من حافة الهاوية التي أوصلونا إليها. هذه هي المعادلة، والشباب أعيد وأكرر، الشباب مصر على التغيير، حتى ولو إحنا ما نريد يكلف قطرة دم واحدة إضافية على ما قدموه، ما يقارب 1000 شهيد و25 أو أكثر من 25 ضحية بين معاق وبين جريح وبين مصاب، ناهيك عن أنه اللي الدمار اللي لحق أيضا حتى بالبنى الاقتصادية. طيب. ومصالح الناس والبطالة التي أصبحت متفشية جدا في أوساط العراقيين. دكتور حامد الصراف ابقى معي لو سمحت، سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ حسين، يعني هذه الثورة شملت الكثير من فئات المجتمع العراقي بمختلفها، يعني استشهد فيها 700 متظاهر، يعني مواقع التواصل الاجتماعي كان لها الأثر الكبير في
ازدياد وتوسعة زخم هذه الثورة وقوتها، يعني ربما ليس آخرها وسم نتظاهر بلا شروط، يعني الذي تصدر منصات التواصل الاجتماعي ردا على الشروط التي وضعها مقتدى الصدر. السؤال هنا الكثير، يعني ممن موجودون على مواقع التواصل الاجتماعي يحاولون تثبيت أو تشويه صورة هذه الثورة. البعض يقول الثوار ليس عددهم لا يزيد على 50 نفر، والبعض الآخر يقول إن الثوار يحرقون أو يقومون بإحراق مؤسسات الدولة أو سرقتها، والبعض الكثير من التشويه لهذه الثورة. من وجهة نظرك، يعني هذه الثورة هي طبعا بوصف الكثير من المحللين هي ثورة عراقية خالصة، من له المصلحة في إضفاء صبغة غير صبغتها، محاولة تشويه صورة التظاهرات؟ من المستفيد منها؟ المستفيد منها فقط المشارك في العملية السياسية وله مكتسبات سياسية ومكتسبات مالية منها، أم أن هناك أطراف أخرى مستفيدة؟ يعني شوف، عندما واحد يتكلم عن قلة الأعداد ويقول 50 أو من هذا الكلام، هذا ليس كذب، هذا افتراء، الافتراء على درجات الكذب. هذا مفصوم عن الـ عن الـ عن الشعب، هذا لا يشاهد، لا يتابع، لا يعلم، كأنه هو عايش في يعني قبو، ما لم يرى شيئا. النظام السياسي لم يمر عليه أو لم يشاهد خطورة كما رأى أو يعني أوصلته رسالة تشرين، ثوار تشرين. اهتز هذا النظام، المشروع الطائفي فشل وأصبح يعني من الماضي إلى حد ما. هذه الأحزاب اللي كانت دكاكين سياسية حتى أغلقت، اليوم ثوار تشرين حققوا من الأهداف والنجاحات الكثيرة، مما جعل هؤلاء سواء الأحزاب أو الكتل السياسية أو الأشخاص المأزومين أن يطلقوا مثل هذه الافتراءات. اليوم أكثر من 700 شهيد، 25,000 جريح ومعتقل ومصاب، المغدورين الذي اغتيلوا على يد الميليشيات، كل هذا بيقول 50؟ هذا كلام لا يقبله منطق ولا يقبله عقل. ولكن هذا النظام السياسي هو تصدع، هو اهتز، ولهذا السبب بدأ يطلق تصريحات غير مقبولة وغير منطقية ولا يقبلها الطفل، لا يقبل بهذه التصريحات. الثورة تشرين هزت النظام وهزت أركان النظام. طيب لماذا يتهمون بأنهم يعني أفكارهم أفكار معادية للدين؟ يعني هل تابعت أنت متظاهرا مثلا يعني يرفع راية معادية للدين؟ يعني المتظاهرون نتابعهم، هم يرفعون دائما رايات الحسين عليه السلام وآل البيت عليه السلام، ويرفعون رايات العراق. أين هي الأفكار المعادية؟ أخي حتى إذا ما رفعوا أي راية، المتظاهرين هم من هذا الشعب. الأسئلة تطرح نفسها، والدين والمتظاهرين يعني مخالفين للدين، هو الذي قتل الشعب العراقي من؟ المتظاهرين أم هذا النظام؟ الذي سرق المال العام، مال العراقيين. اليوم العراقي يعاني من شبه إفلاس، عاجز أن يدفع رواتب لل... هل الدين يقبل بالسرقة والقتل وكذا ولا يقبل بالتظاهر؟ هذا استخدام الدين يعود، أنا يعني كباحث تاريخي يرجعني إلى العصور الوسطى الأوروبية، عندما كانت السلطة الدينية تستخدم تجعل من نفسها هالة مقدسة لا يمكن نقدها ولا يمكن المساس بها، إلى أن أوصلت أوروبا إلى ما إلى الحضيض. ثم انتفضت أوروبا ضد هؤلاء وبدأت وعادت نظامها واعتمدت على النظام الديمقراطي الذي عزل الكنيسة وعزل هؤلاء رجال الدين. حقيقة رجال الدين، طبعا يعني أنا بس أرجو أن يكون الصورة واضحة، أنه إحنا لا نقصد الإسلام، الإسلام بريء من هؤلاء، هؤلاء أسوأ من استخدم الإسلام في العمل السياسي. تقصد أن الدين هو طبعا الدين مقدس، الدين مقدس، الدين وهؤلاء قوي، مجموعة من السراق والقتلة. هذا الذي أريد أن الشعب العراقي أن يميز بين الشخص وبين الدين. هؤلاء مجموعة سراق قتلة استخدموا الدين لمآرب سياسية، والدين مقدس والدين بريء منهم. بالنسبة للمتظاهرين، ليس مهمتهم أن يرفعون شعارات دينية أو يؤيدون المذهب الفلاني ويرفضون المذهب الفلاني. هؤلاء يريدون جر المتظاهرين إلى هذا الموضوع، إلى الطائفية وإلى لاحظت عندما زيارتهم إلى مرقد العباس رضي الله عنه كيف طردوا وكيف هجمت عليهم القوات المرجعيات الدينية. هذا الأمر ما عاد مقبول. اليوم الثورة
ثورة تشرين لديها من الوعي العالي، تطالب بعودة الهوية الوطنية، استرجاعها، مشروع الطائفي والمشروع الديني ما عاد يصلح لا كنظام سياسي ولا الحكم في العراق. نعم أستاذ حامد، كيف تعلق على ما تحدث به أستاذ حسين سبعون؟ الحقيقة أنا متفق مع ما قال أستاذ حسين، وأضيف عليه أنه التطورات الآن في الوعي العراقي، في الوعي الجمعي العراقي، أصبحت الآن هي المؤهلة لإحلال نظام جديد محل النظام الآيل إلى السقوط الآن، لأسباب كثيرة. أولاً أنه هي سنة الحياة بالتطور، سنة الحياة بتحسين حياة العراقيين بصورة خاصة وحياة البشر بصورة عامة. لذلك لما رفضوا هذا النظام، نظام المحاصصة البقيتة منذ البداية، منذ 2003، لكنه فرض هذا النظام على الشعب العراقي بأشكال مختلفة، وبالتأكيد لأنه كان العراق خارج من مأزق الحروب ومن مأزق الحصار والاحتلال، ولذلك تقسمت الحقيقة الحصص بين دول الإقليم والقوى الدولية. طيب. الآن الشعب العراقي أدرك هذه الحقيقة بمرور الوقت، ليس حديثا، لكنه هذا التراكم احنا نسميه التراكم الكمي يولد تغير نوعي. التغير النوعي هو أنه الوعي الاجتماعي العراقي الآن ومصلحة البلد والحالة المزرية التي يمر بها العراق الآن والشعب العراقي والتقسيم الطائفي والعرقي والحزبي، الحقيقة وأيضا احتمالات، أيضا واضعين خطة لتقسيم العراق، هذا مساس بعزة نفس العراقي وكرامته الوطنية. لذلك قضية السيادة الآن صعدت إلى السطح، الآن هم يدعون بالحفاظ على السيادة، يدعون بالحفاظ على استقلال العراق وقرار السياسي، هذه كلها ادعاءات متأخرة باطلة الآن لذر الرماد في العيون كما يقال. لذلك الشعب العراقي الآن وصل إلى حقيقة أن هذه الطبقة السياسية لا جدوى من بقائها، لا جدوى الآن من استمرار هذه العملية السياسية المشوهة. هاي الحقيقة، خصوصا وأن الآن الأعداء يتكالبون على العراق، الأعداء الآن في الإقليم وخصوصا من الجارة إيران، مع الأسف الشديد مع الحصار اللي ينفرض على نظام الملالي في إيران، الآن فرض هذه الحقيقة أنه يمتصون العراق، يعني وكأن العراق بقرة حلوب. سنأتي لهذه النقطة أستاذ قدراتها، وبالنتيجة يجدون العراق مفلسا والشعب العراقي جائع وفقير ولا أمل له في الحياة في المستقبل. نعم دكتور، سأعود إليكم مرة أخرى. دكتورة آلاء، بالعودة إليك دكتورة آلاء عبد اللطيف، هناك حملات منظمة تقوم بها مثل ما يتابع البعض ويصف يعني من هم موجودون على مواقع التواصل الاجتماعي، هناك حملة كبيرة لتشويه صورة المتظاهرين أو محاولات لابتزازهم، وهناك تهديدات أيضا للناشطين في التظاهرات، وأيضا الصحفيين والمتظاهرين قالوا بأنهم يعني تعرضوا لتهديدات مباشرة من خلال يعني حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي. جل هذه التظاهرات لم يكن معظم هذه التظاهرات يعني هم من الفقراء من الناس الذين لا يملكون سوى مطالبتهم بحقوقهم كبشر في العراق، في حين أن من يتظاهرون عليهم هم من أصحاب المناصب وكذلك أصحاب السيارات الفارهة والجكسارات، والذين يعني يستغلون مناصبهم من أجل تثبيت قوتهم وزيادة نفوذهم. هنا يعني كيف تصفين أو توصفين هذه الحالة عندما يقوم صاحب المنصب بتوظيف أناس لتشويه صورة المتظاهرين؟ أم أن هذا الأمر يعني تجدينه ربما معكوسا؟ بالنسبة لهذا الموضوع سيدي الكريم، احنا من يوم الانطلاق ثورة اكتوبر المباركة الثوار تعرضوا لشتى انواع التشويه والتهديدات، وحضرتك والاخ الكل شهد وما جرى من احداث عنف في وقت يعني حاليا اغلب وسائل الاعلام في الدول ما وصلنا.
عفوا نعم أكملي دكتورة عفوا، يعني كان هناك عدم وضوح في الصوت. نعم أكملي. نعم التهديدات هذه منذ اليوم الأول لانطلاق الثورة، يعني أغلب وسائل الإعلام تردد 700 شهيد و25 ألف جريح، لكن في الحقيقة إحنا تجاوزنا الألف. قسم منهم كانوا يخطفون وكانوا يقتلون وكانوا كانت تجرى بحقهم شتى أنواع التعذيب، لكن لم يسلط الضوء عليها. حقيقة التهديد بأن الثوار هم فئة خارجة أو مارقة على الدين هذا إحدى أنواع التهديدات، لأن هؤلاء رجال الدين أو متسيدين السلطة الدينية يعتبرون نفسهم الدين، هم نفسهم الدين، كانوا يعمدون إلى استغلال الشعب العراقي ووضعه كفئة جاهلة بحيث تمتثل لأوامرهم. لما نشأ هذا الجيل الواعي ولما عرف الحقيقة أن الدين هو الله وأن الله لم يأمر بالقتل ولم يأمر بالسرقة ولم يأمر باقتراف الكبائر، وكل هذه الأعمال انتهكتها وكل هذه انتهجتها هي المنظومة الدينية وأحزابها الموجودين بالسلطة. نعم السياسيين وخصوصا بعد ما أشيع بموضوع الانتخابات المبكرة انتهجوا عدد من الطرق، بعضهم لجأ إلى أنواع التشويه والتهديد العلنية، أما أنت يا ثائر يا متظاهر ترضخ لما أعرضه عليك من منافع ربما تكون شخصية أو ربما تكون عائلية، أو أطلق عليك التهديدات أو أصفيك جسديا، وغيرهم لجأ إلى استخدام المشاريع الخدمية للإيحاء للناس أنه والله أني دا أقدم خدمات للمجتمع، لكن كما تفضلوا الزملاء أنه هذه طبقة سياسية بكاملها من أليفها إلى يائها الشعب قرر إزالتها. إصلاح لا يرجى أي إصلاح منهم، منظومة فاسدة. نعم حتى الحكومة التي تدعي زورا وبهتانا إنها خرجت من رحم تشرين، كلا لم تخرج من رحم تشرين. نعم ابقى معي دكتورة لو سمحتي، ذكرتي نقطة مهمة جدا أتحول بها للأستاذ حسين سبعاوي. رئيس الحكومة رئيس الوزراء الحالي يقول بأنه جاء نتاج ثورة تشرين، بطبيعة الحال يعني بعد العام 2003 كما هو معلوم أن نظام المحاصصة هو النظام القائم في العراق، يعني البعض يقول أيضا بأنه التظاهرات في العراق هي جاءت محطمة لأسس هذا النظام التي تعتمد على الطائفية كوقود لإدامة سير هذه العجلة. كيف يمكن لحكومة تقول إنها خرجت من رحم ثورة تشرين وهي حكومة جاءت وفق نظام المحاصصة الذي خرجت ثورة تشرين ضده؟ لا يعني هذا الكلام غير مقبول وغير صحيح. الحكومة الأخيرة خرجت من رحم البرلمان، والكل مشارك في هذه والكل الحكومة، والكل مشارك فيها، الكل حتى من يهدد المتظاهرين. نعم والمتظاهرين نعم خرجوا على الكل. نعم ولم يخرجوا على حزب فقط أو على شخصية واحدة فقط. فإذا حكومة الكاظمي هي من رحم البرلمان وليس من رحم المتظاهرين. وقبل شوية سألت أنه 50 العدد، إذا كانوا 50 العدد إذا كيف أسقطوا الحكومة وكيف جاءوا بالكاظمي؟ 50 شخص فقط هم اللي غيروا هذا المشهد، هذا الكلام لماذا؟ أنا قلت لك هناك افتراء على المتظاهرين. بعدين القضية العدد هي ليست بالعدد، هي بالإرادة. الشباب الذي قدم مئات الجرحى مئات الشهداء والالاف الجرحى، هؤلاء اصحاب اراده، هؤلاء اللي غيروا او طالبوا بعوده الهويه الوطنيه على اساس الهويه الطائفيه، هؤلاء اصحاب اراده واصحاب مخطط وطني مشروع، اصحاب مشروع. فحكومه الكاظم يا سيدي لن تاتي، لا تمثل المتظاهرين ولم تاتي من رحم المتظاهرين. وهنا وقع خطا عندما اسقطت حكومه عادل عبد المهدي، بعض المتظاهرين فرحوا بها واكتفوا بهذا الأمر، بعض نتيجة جهلهم السياسي، بعض موجود يعني من هذا، كان يفترض إسقاط البرلمان ثم إسقاط حكومة عادل عبد المهدي. طيب. لأنه عندما تسقط حكومة عادل عبد المهدي وباقي البرلمان كما هو، إذن سينتج البرلمان نظام جديد آخر، نسخة من حكومة عادل عبد المهدي، قد يجوز مختلفة في الصورة ولكن غير مختلفة في الأداء والأهداف. لهذا ما زال البرلمان يعتبر الآن، وجد يعني وسم على تويتر مواقع التواصل أن البرلمان لا يمثل. نعم طيب
دكتور حامد الصراف، ذكرت نقطة مهمة قبل قليل بأن هناك ربما تعاونا ما بين طهران والصدر. ما الذي تستفيده طهران من الصدر، وما الذي يستفيده الصدر من طهران مثلا؟ لا، هو شوف الامتداد الآن اللي الحقيقة دمر العراق منذ 2003 لحد الآن هو امتداد طائفي، زائد التقسيم العرقي أيضا والحزبي والمناطقي. إحنا لا ننكر أن هناك تحالف أيضا، يعني الصفقة التي تمت في مؤتمر لندن في نوفمبر عام 2002 كان هناك اتفاق ثلاثي الحقيقة، اللي هو يعني كردي على أساس سني شيعي إلى حد ما، لكن تدري أنت الطائفية ثبتت فشلها بالعراق، يعني شئنا أبينا، لأنه العراق شعب أصيل يرفض هذا التقسيم وهذا التشويه بالنسيج الاجتماعي. إيران استفادت من هذه الثغرة اللي موجودة بعد التغيير، بعد سقوط النظام السابق في 2003، دخلت بقوة إلى السلطة، إلى العراق، لتصدير ثورتها عبر منفذ اسمه الطائفية، اسمه المذهب، وحدة المذهب، ولاية الفقيه بشكل واضح، يعني ما تقبل مجال للخطأ. لو أمريكا، يعني الوثائق الأخيرة اللي كشف عنها يوم أمس يعني إدارة أوباما وهيلاري كلينتون، كانت واضحة هناك تواطؤ وهناك تقسيم أدوار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في أن تكون هناك منطقة نفوذ للميليشيات، وأيضا أدخلت داعش، صنعت داعش بإرادة أيضا مشتركة أمريكية إيرانية. هذه الحقيقة خلينا نكون واقعيين، أنه الـ يعني استخدام الطائفية حقيقة كانت مختلقة من الخارج وليست من صلب النسيج الاجتماعي العراقي. هذا أيضا يؤكد على عزلة الآن التيارات الطائفية نسميها إحنا، أو الأحزاب الطائفية، أو من يدعي بالدفاع عن الطائفة. لذلك ثورة تشرين المباركة أعادت الوطنية إلى صدارة الهم العراقي. الآن الوطنية هي الحقيقية، الوطن هو الجامع الأول والأخير للعراقيين، لا يمكن أن يعلى عليه جامع آخر. لذلك أنا أؤكد على فشلهم، فشل إيران بتصدير ثورتها يعني بإرادة المذهب أو الطائفة كما تدعي، أو الدفاع عن آل البيت عليهم السلام، وهذه كذبة مفضوحة أصبحت الآن. هذا يؤكد أيضا أنه العراقيين يصدون بقوة، ولذلك نشوف أنه المنطقة الغربية وفي شمال العراق من كردستان كانوا يأتون إلى بغداد ويأتون إلى مخيمات الانتفاضة منذ بدايتها، منذ الأيام الأولى، خوفا من أنه يعني يتورط أحدهم بتهمة أو بكيدية ما يسمى أربع إرهاب. لكنه هذا اللي موجود الآن في المنطقة الغربية وحتى في كردستان، ترى هو هذا جمر نار تغلي الآن وفوقها رماد. لم تظهر الآن هناك ثورة حقيقية، هناك تململ، هناك رفض، هناك احتجاج لما جرى في العراق ويجري الآن. لذلك أنا أقول هذا دليل قاطع على أنه لا توجد طائفية الآن، فشلت إيران، بل بالعكس الآن الثورة العراقية الحقيقة، ونتذكر كل زين، منذ الأشهر الأولى تم نقلها إلى العراق بأمانة، وصار اللي صار في إيران في طهران وأصفهان من ثورة واحتجاجات، وما زالت مستمرة لحد الآن. إيران لم تهدأ الآن. هذا التململ اللي موجود في إيران جائز جدا أن ممكن يكون سبب بالإطاحة بالنظام الملالي الذي أراد تصدير ثورته المشؤومة إلى العراق. هذه طبعا حقيقة العراقيون أدركوها بشكل جيد، وإحنا الآن ماشيين كثورة، ثورة تشرين، ماشيين باتجاه فعلا توحيد إرادة الشعب العراقي من زاخو إلى الفاو. لا يمكن أن تنفصل منطقة عن العراق بحجة أنه هذه كردية وهذه عربية وهذه سنية أو شيعية أو تركمانية. على الأطلاق الشعب واحد، والوطن واحد، والإرادة واحدة، والمصالح والمستقبل واحدة. لا يمكن أن تفصل كتلة عن كتلة أو مكون أو فسيفساء عن مجمل اللوحة العراقية. نعم، اللي تجمع كل هذه الإرادة. والمستقبل، مستقبل العراق الحقيقة راح يثبت أن هناك فعلا تاريخ مشترك،
حضارات مشتركة، هناك مصالح مشتركة، اقتصاد مشترك. صحيح هناك تنوع بالانتماء العرقي والمذهبي، لكن هذا لا يعني على الأطلاق أن يقسمون العراق أو يقسمون أو يصنفون الطوائف العراقية حسب مشيئتهم حسب رغباتهم الدنيئة لتدمير البلد، اللي فعلا يعني نجحوا إلى حد ما خلال 17 سنة لكنه فشلوا بالأخير بعد ما أدرك الشعب العراقي حقيقة أن هاي الثورة استنهضت الهمم وعادت للوطن هيبته قبل ما تدعي الحكومة أو الطبقة السياسية بإعادة هيبة الدولة. طيب. الدولة لا هيبة لها الآن، ما زالت الآن تراوح في مكانها هاي الطبقة السياسية، الهيبة رجعت لأنه الشعب العراقي أراد أن ترجع هيبته. لذلك الإنسان العراقي الآن له سمعة رائعة في الخارج بعد ما استنهضت الهمم، بعد ما ثار ضد الظلم والقهر، وهذا هو هذه الرأي العليا بالنسبة للعراقيين اللي يفتخر بها كل عراقي وتفتخر بها الأجيال القادمة إن شاء الله. شكرا لك دكتور. اسمح لي أن أنتقل للدكتورة آلاء عبد اللطيف. دكتورة آلاء، يعني هناك تحريض من قبل مقتدى الصدر ضد المتظاهرين، تحريض للقوات الحكومية وللعشائر، كيف يعني تصفين لنا سير هذه التظاهرات، زخم هذه التظاهرات في ضوء هذه التهديدات وهذا التحريض؟ حقيقة كل الأمور ماشية بشكلها السلس الطبيعي، الحشود يعني مصرة على التصعيد، وإن شاء الله خلال الفترة القادمة راح نشهد الكثير من الفعاليات والكثير من الضغط في من أجل تحقيق فعلا مثل ما قال زميلي إسقاط البرلمان وإسقاط الحكومة والمطالبة بحل المحكمة الاتحادية وإلغاء الدستور والعودة إلى تأسيس نظام وفق رؤية ثورية الهوية الوطنية هي التي تتحكم فيها. بالنسبة لنا كلجنة منظمة لمظاهرات ثورة تشرين المباركة، وجهنا بعدم رفع أي شعار سوى علم العراق وصور شهدائنا والهتافات التي تمجد بعراقنا العظيم. نحن ماضون بخطوات ثابتة نحو أهدافنا وإن شاء الله نصل إليها، وأنا أرى يوم النصر مثل ما أرى أصابع يدي. حقيقة العراقيون بأجمعهم عازبون على التخلص من هذه القذارات، إنما ما يطلق من تهديدات وما يطلق من تشويه لم يعد. شكرا لك دكتورة آلاء عبد اللطيف. يبدو أن هناك مشكلة في الصوت، نعتذر منك ونشكرك شكرا جزيلا دكتورة آلاء عبد اللطيف الناشطة في التظاهرات. سيد حسين، كيف تتوقع أن يكون هناك بعد هذه التهديدات؟ هل ستكون هناك مثلا خطط إيرانية تجاه هذه التظاهرات التي تهدد نظام محاصصة هي ترعاه؟ يعني هو إيران لا تترك العراق أن لن تترك هذه الانتفاضة تسير كما تريد، وعادة ما تكون هي السبب العائق في تحقيق أهدافه، لكن هل تستطيع أم لا؟ أعتقد لن تستطيع إيران في إيقاف هذه التظاهرات، ولكن عملية الاغتيالات والقتل وهذه ستبقى مستمرة، والمتظاهرين لديهم من الإرادة الصلبة من أجل تحقيق أهدافهم مهما كان الثمن. عودة إلى موضوع العشائر إذا تسمح لي عليه. نعم تفضل أخي. العشائر ليست وحدة سياسية للفرد، ولا وحدة تنظيمية، ولا وحدة أمنية مرجعية أمنية للفرد. عندما تغيب الدولة نعم تبرز العشيرة، وهذا مو فرد شيء إيجابي. العشيرة هي وحدة اجتماعية ترفد الدولة بأبنائها، هذه مهمة العشيرة. أما أنه أن ندخل إلى العشائر ونستخدمها من جانب السياسي ونعتبرها هي حماية لنا من حماية، إذن هذا تقزيم للدولة. وهؤلاء جل أدائهم منذ 2003 إلى الآن هم يقزمون الدولة، مرة يعني يضخمون من شأن رجال الدين، مرة من شأن الطائفة، مرة من شأن الحزب، مرة من شأن العشيرة، لأنهم لا يفهمون الدولة ولا يريدون بناء الدولة، لأنه ليس فقطهم، إيران لا تريد بناء دولة للعراق، يعني وهؤلاء جزء من مشروع الإيراني الذي لا يريد العراق بناء دولته. من خلال متابعتكم، لو خيرت العشائر في الجنوب
ما بين دعم المتظاهرين أو دعم من يهدد المتظاهرين، ما هو الخيار الذي سوف يقومون باختياره؟ شوف العشائر، أنا قلت لك أنه لن تدخل في صراع أمني سياسي. المتظاهرين ليسوا من أبناء العشائر، أبنائهم هم الموجودين في الشارع. أما استخدام العشيرة لضرب المتظاهرين هذه إثارة فتنة داخلية داخل مناطق، وخصوصا في منطقة وسط جنوب العراق. يعني الأحزاب السياسية الدينية الطائفية في جنوب العراق أغلقت، يعني أنا كنت سميتها دكاكين سياسية، الآن حتى هذا الدكان أغلق، ما عاد أحد يتقبل وجود هؤلاء. حزب دعوة، مجلس أعلى، عصايم، مدري يعني كل يسميه، انتقلوا إلى أين؟ إلى العشائر، وضخ أموال لشيوخ العشائر من أجل إيقاف أبنائهم. هؤلاء، هذا الجيل أعاد الهوية الوطنية إلى الشعب العراقي، لن يتنازل عن هذا الهدف، إزاحة الطبقة السياسية الفاسدة، عدم التعامل مع المواطنين على أسس طائفية وعرقية، عدم رفض التدخل الإيراني والهيمنة الإيرانية على العراق. هذه أهداف أعلنتها ثورة تشرين من البداية ولحد الآن لم تتغير، لكن على المتظاهرين أن يغيروا من وسائلهم، لا يعتمدوا على وسيلة واحدة في الأداء والتظاهر. ما هي الوسائل؟ لازم عدة وسائل، لا يمكن أنه يما يبقون على وسيلة واحدة والدولة في كل يوم تقتل، والدولة في كل يوم يعني تظاهرات، هي تظاهرات سلمية صح؟ ممكن إذا بنى العصيان المدني، ممكن إلى وسائل كثيرة ومتعددة من أجل تحقيق الأهداف. الاعتماد على وسيلة واحدة كما حددتها 12 نقطة للتيار الصدري، هذا خطأ كبير، وهذا توريط المتظاهرين أنه يسيرون في هذا الاتجاه. الوسائل متغيرة والأهداف ثابتة. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيوفي الكرام، ضيفي في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعاوي، شكرا جزيلا لك. ونشكر ضيفي عبر سكايب الدكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك دكتور حامد. ونشكرك شكرا جزيلا الناشطة والأكاديمية ناشطة في التظاهرات الدكتورة آلاء عبد اللطيف، نشكرك شكرا جزيلا. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.